النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية، سامسونج، المناصير للزيوت والمحروقات المركزية، وكلاء تويوتا ولكزس، حبيبة، مجمع الملك الحسين للأعمال، بايولاب. نظم الحمل بتخفف الحمل. مشاهدينا، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. إليكم آخر التحديثات الجوية. آخر صورة الأقمار الاصطناعية الواردة لدينا في طقس العرب تشير إلى تحرك حزم كبيرة من السحب الممطرة باتجاه الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، وهناك جبهة هوائية باردة باتت واضحة عبر صور الأقمار الاصطناعية بدأت في عبور أجواء شمال ووسط المملكة. طبعا هذه الجبهة الهوائية الباردة هي مرافقة لتأثير منخفض جوي يتمركز حاليا هذا المنخفض تقريبا إلى الشمال الشرقي من جزيرة قبرص، وهو مترافق مع هذه الجبهة الهوائية الباردة. طبعا سبب تمركز وتشكل هذا المنخفض الجوي كما تحدثنا سابقا هو بسبب اندفاع تيارات ورياح قطبية نحو المنطقة الشرقية للبحر الأبيض المتوسط إثر تكدس كتلة قطبية في هذه المنطقة، إلا أن مجددا المملكة تقع على أطراف هذه الكتلة الهوائية القطبية. خرائط المحاكاة العددية لتحركات الجبهة الهوائية الباردة والأمطار والثلوج المترافقة معها بمشيئة الله تعالى تشير إلى أن عبور هذه الجبهة سيكتمل بمشيئة الله تعالى مع حلول ساعات منتصف الليل، بحيث تهطل أمطار غزيرة في عموم المناطق الشمالية والمناطق الوسطى من المملكة، بحيث تشمل محافظات إربد وجرش وعجلون والبلقاء والعاصمة ومدينة المفرق، بالإضافة إلى أيضا الأجزاء الشمالية من محافظة مادبة. هذه الأمطار أيضا بمشيئة الله تعالى وهذه الهطولات يتوقع أن تستمر خلال ساعات ما بعد منتصف الليل والفجر، وتشمل أجزاء أيضا واسعة من المنطقتين الشمالية والوسطى من المملكة، كما يتوقع أن تمتد بعض من هذه الأمطار إلى الأجزاء من المناطق الشرقية من المملكة. غدا نهارا بمشيئة الله تعالى من المتوقع أن تستمر هذه الهطولات المطرية في أجزاء مختلفة من المناطق الشمالية والمناطق الوسطى من المملكة. سنتحدث بعد قليل عن تفاصيل الثلوج، ولكن قبل ذلك سنخوض في الأجواء المتوقعة هذه الليلة في عموم مناطق المملكة. يتوقع أن يكتمل عبور الجبهة الهوائية الباردة سماء وأجواء المناطق الشمالية والوسطى من المملكة، بحيث يكون الطقس بمشيئة الله تعالى شديد البرودة عاصف مع هطول الأمطار وانتظامها بغزارة في أجزاء واسعة من المناطق الشمالية والوسطى من المملكة. أيضا بمشيئة الله تعالى نتوقع أن يبدأ تساقط الثلوج فوق المرتفعات الجبلية العالية التي يزيد ارتفاعها تقريبا عن 1200 متر عن سطح البحر، سرعان ما تمتد مع ساعات ومع حلول منتصف الليل إلى المرتفعات الجبلية العالية التي يزيد ارتفاعها عن 1000 متر عن سطح البحر، وهي تشمل أجزاء واسعة من المرتفعات الجبلية العالية في شمال المملكة مثل جبال جرش وعجلون، ومن ثم أيضا مرتفعات البلقاء ومرتفعات العاصمة عمان العالية. مع ساعات الفجر من المتوقع أن يعني يصل هناك بعض الثلوج بشكل متقطع إلى المرتفعات الجبلية يقل ارتفاعا 1000 متر تحديدا فوق 900 متر، وتشمل أجزاء واسعة من غرب العاصمة عمان. هذا متوقع مع ساعات فجر يوم غدا الأربعاء، ودرجات حرارة عموما منخفضة، هذه لا تنخفض إلى درجة مئوية واحدة فقط هذه الليلة في العاصمة عمان. نتحدث أكثر عن توقعات الثلوج من جديد. إذن توقعات الثلوج، وتوقع تساقط الثلوج فوق المناطق التي تزيد ارتفاعا 1000 متر في الشمال والوسط، هذا السمة الأبرز لتوقعات الثلوج هذه الليلة. من المتوقع حدوث تراكمات إثر هذه الثلوج سواء في المنطقتين الشمالية والوسطى إثر هذه الثلوج، ونحدد بالتحديد هذه المناطق تشمل في مناطق جبال جرش وعجلون، مناطق مثل مثلث القاعدة، عبين وعبلين، رأس منيف، ثغرة عصفور، عالي سوف والمناطق المحيطة بذلك. في محافظة البرقاء تشمل زي وأمجوزة وأيضا المناطق المرتفعة من البحيرة. محافظة العاصمة تشمل إطلاع العلي، سويلح، مناطق مثل ضاحية الرشيد، الجامعة الأردنية، أعالي دابوق، أعالي الحمر، خلدة، حتى أن هناك بعض المرتفعات الشرقية من العاصمة عمان كأبو علندة، هذه المناطق أيضا جميعها مهيئة أن تستقبل الثلوج بمشيئة الله تعالى مع حلول منتصف هذه الليلة وساعات ما بعد منتصف الليلة. ومع ساعات الفجر تمتد هذه الثلوج إلى ما دون هذا الارتفاع، تشمل مرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعا 900 متر على فترات، وتعمل
على حدوث تراكمات بمشيئة الله تعالى فوق هذه المناطق، وهي تشمل أجزاء من غرب العاصمة عمان وأجزاء واسعة من غرب العاصمة عمان، إلا أن التراكم المتوقع أن يحدث فوق المرتفعات الجبلية يزيد ارتفاع 900 متر لن يكون بشكل كبير وسيكون محدود إجمالا ولن يؤثر بشكل كبير على الحياة العامة والمسير على الطرقات، إنما المناطق التي ترتفع عن 1000 متر من سطح البحر نوعا ما الأمور فيها قد تكون تحدث بعض الإرباكات أحيانا وفي بعض المرتفعات الجبلية العالية. نتحدث عن التوصيات لهذا المنخفض الجوي، ندعوكم من القيادة بحذر على طرق المرتفعات الجبلية نظرا لتوقع تساقط الثلوج والبرد على فترات، أيضا من تدني مدى الرؤية الأفقية نتيجة الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض التي تحدث بين الحين والآخر، رسيمة في طرق المرتفعات الجبلية الابتعاد عن مجاري الأودية والسيول في شمال وسط المملكة نظرا لتوقع تشكل السيول أحيانا، وأيضا ندعوكم إلى الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة. هذا هو كان ما كل لدينا حتى الساعة في طقس العرب، نتابع معكم تطورات هذا المنخفض الجوي أولا بأول، نتوقع بمشيئة الله تعالى بعد قليل ومع حلول منتصف الليل تساقط الثلج على بعض المناطق، سنقوم بتغطية مباشرة من هذه المناطق، وكما نتابع معكم أولا بأول آخر مستجدات الأحوال الجوية. إلى اللقاء.